ولا بد لي أمام عزمكم وإصراركم هذا إلا أن أقف معاهدا لكم، راعيا لأمانتكم، حاميا لكرامتكم، مدافعا عن مظلوميتكم، ومساند لقضيتكم، حريصا على مصالحكم، واضعا يدي التي تمثلكم بيد كل من يحمل مبادئ الوفاء للعراق أرضا وشعبا، في ظل خيمة الوطن الذي يجمعنا تحت راية الله أكبر، عطاء وانتماء، رسالة سلام ومحبة وتعاون لكل من أساء فهمنا في قول أو فعل، ونمد يد العون والمحبة والعدل والإيثار والترفع عن القضايا البسيطة وتغليب المصلحة العامة على كل ما تقدم في مرحلة الحملات الانتخابية. هذا شعب عانى ما عانى من ويلات، ونحن أبناء اليوم لا بد لنا أن نطوي صفحة الماضي ونبدأ من جديد بروح التفاؤل والإصرار على رسم مستقبل واعد. وإن وعيكم الذي أظهرتموه في الانتخابات لطبيعة التحدي وخطورة المرحلة التي تستوجب التغيير هي من جعلت المراقبين والمتابعين للشأن السياسي يقفون موقف المنبهر والمتعجب من إصراركم هذا على أن تكون كلمتكم هي من تحدد مسار الحدث القادم سياسياً واجتماعياً، دون النظر لأدبيات هذا الحزب وذاك التجمع.